وفي البصرة أيضا، حيث لم يشفع للفيحاء غناها النفطي وتصديرها ملايين البراميل يوميا من سوء الخدمات وتلكع المشاريع، إذ لا زال أهالي منطقة الهارثة يعانون ملوحة المياه التي تسببت بالكثير من الأمراض، إلى جانب الأضرار بالزراعة والثروة الحيوانية حد الاندثار، مع استمرار توقف العمل بمشروع تصفية المياه الذي بدأ تنفيذه عام 2007. ولمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. لم يشفع لها النفط بأن تكون من أرقى محافظات البلاد. البصرة الفيحاء التي تعتبر رئة العراق من البترول تغيب عنها الخدمات الأساسية حد تفشي الأوبئة. قرابة العقد ونصف العقد، ولا زال مشروع القرض الياباني دون استكمال بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد، ليبقى سكان الهارثة يتجرعون ملوحة المياه. بالنسبة لمشروع القرض الياباني، حقيقة هو أنا أعتبره في شيء ضحك على الذقون. بداية قيل إنه هذا المشروع يحتوي على فلاتر لها القدرة على تصفية مياه البحر لتغذية أهالي البصرة عامة. لما وصلنا للنتيجة، حاليا إحنا اللي هسه اللي بيوتنا عن المشروع أمتار جاي يضخوننا مياه من الشط مباشرة. هسه تفتح الحنفية وشوفه من الشط مباشرة. هاي بعد اللتية والتي وبعد المظاهرات وبعد اقتحامنا للمشروع وضغطنا على مدير المشروع بأنه يزودنا بالمياه، يعني انتهت الهارثة، انتهت هاي المناطق، انتهت كثروة حيوانية، انتهت الزراعة، انتهت كل شيء، انتهى بالهارثة بسبب المياه. وحاليا المشروع موجود متلكة غير قادر على انتاج المياه للشرب للمواطنين. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، احنا يعني الحكي الظاهر فراغ، يعني ما قاعد نعرف شنو المؤامرة على أهل البصرة. تطلع مظاهرات قالوا يابا ذولا مدفوعين، تقعد ببيتها قالوا ذولا خانعين. هي البصرة هي سلة العراق، مثل ما تفضلوا الأخوة، البصرة هي الجمل اللي يحمل الذهب للعراق كله. احنا عندنا بترودولار، ونريد البترودولار ينفذ ويطبق لأهل البصرة، يسلمونه للبصرة. سيد محافظ البصرة بالفترة الأخيرة هذا المشروع مال الشركة الشنغهاي، شنو الداعي؟ الغاية من الدرس شنو؟ إنه أنا جاي أوقع عقد مع شركة تنتج لي طاقة كهربائية وماء، ونسبة الماء اللي تنتجها هاي الشركة بقدر مشروع ماء البد أضعفين. أنت تجيب لي شركة بريطانية متلكية تصنع لي بس تحلية المياه، بس تصفية المياه، يعني مو تحلية، بس تصفية المياه. احنا هذا الشيء نطالب به سعد العيداني عن انه يوقع العقد، وشنو اللي يصير خليه يصير، واحنا وياه، احنا وياه كمواطنين، كوجه عشائر، كشيوخ عشائر، كرجال دين، احنا ان حق اهل البصرة، ما ممكن هذا التهميش. وصفها الاهالي بالمؤامرة، فقد تعدت الأذية حدود تصفية مياه الشرب لتقتل الزراعة والثروة الحيوانية، ولتتحول المناشدات نحو تفعيل البترودولار، لعل الفيحاء تنعم بشيء من خيرها الذي يفيض على الكثير من مدن العراق. وضع الهارثة متعب. أولا رب العالمين يقول خلقنا من الماء كل شيء حي، بالهارثة ما عدنا شيء حي، مثل ما تفضل الشيخ، لا زراعة، لا وضع. ماي مشروعنا مال الهارثة مجرد اسم ضخم، وما منا ناتج له الهارثة، لا ماي حلو، ما نعرف يعني بيا وقت يطلقون ماي حلو. تروح القائم مقام الهارثة أستاذ نظير يتابع القضية، نجي للمشروع وقفنا وقفة احتجاجية طالبنا بالماي الحلو، يعني ما ادري وين تروح، يعني وضع الهارثه متعب. يعني هسه هذا مشروع ضخم، مشروع قرض الياباني، مشروع كذا شركه المصريه، وشوف المتعب من وراء المشروع، بوريات الشوارع اندمرت، الزحامات اتربع الناس كذا، وماكو ناتج من هال، يعني احنا نريد من جنابكم توصلون اصواتنا، تسمعها المجتمع، يسمعها البصره، مظلومه من كل الامور. هذا من المعيب والمخزي اليوم يا أهل البصرة الكرام، يا أهل البصرة الخيرين، يا أهل البصرة الشرفاء. أكو مؤامرة اليوم لمدينة البصرة اللي احنا اليوم نغذي 90% من سلة العراق. شنو المطلوب؟
من الحكومة الاتحادية. لسان حال الأهالي يطرح تساؤلات جمة: أين خير البصرة؟ وملايين دولارات البترول الواردة يومياً؟ وهل من أمل لاستكمال المشروع وتذوق حلو المياه؟